طب يلا بينا نبتدي مع بعض التوبيك التاني في سيشن النهاردة. احنا التوبيك اخر توبيك اللي هو التوبيك الاولاني بتاعت السيشن، احنا اتكلمنا على الترايل بالانس وعرفنا ان الترايل بالانس عبارة عن ايه، انترنال ولا اكسترنال دوكيمنت. عرفنا ان الترايل بالانس عبارة عن انترنال دوكيمنت، انترنال دوكيمنت مستند داخلي. طب والانترنال دوكيمنت اللي هو الترايل بالانس ده اللي هو ميزان المراجعة عبارة عن ايه؟ عبارة عن تجميع كل حسابات الشركة، تمام، وبنتأكد ان التوتال ديبت بيساوي التوتال كريدت. وعرفنا ايه تاني؟ عرفنا ان احنا ممكن من الانترنال دوكيمنت ده ممكن من الانترنال دوكيمنت ده نطلع الايه؟ نطلع الفاينانشال ستيتمنتس، ممكن نطلع منه وي كان بريبير فاينانشال ستيتمنتس. وعرفنا ايه هما الفاينانشال ستيتمنتس. طيب تعالوا نرجع مع بعض الباوربوينت ونشوف ازاي ممكن نطلع الفاينانشال ستيتمنتس من الترايل بالانس. دي اخر حاجه كنا واقفين عندها، عرفنا هو دي المساله بتاعتنا اللي هي لجودي، جودي لو اوفيس، مكتب المحاماه بتاع جودي سالم. ودي اخر حاجه وقفنا عندها اللي هي الترايل بالانس، وعرفنا ان احنا ممكن نطلع من الفاينانشال ستيتمنتس اللي هم دوت اللي بيخرجوا فعلا للاكسترنال، دوت الاكسترنال دوكيمنت اللي بتخرج فعلا للناس اللي بره الشركه، اللي هي الانكم ستيتمنت، ستيتمنت اوف اونرز ايكويتي، وبالانس شيت، وكاش فلو ستيتمنتس. ودي الترايل بالانس هي فيها كل حسابات الشركه. ركزوا معايا، قلت لكم احنا بنحب التنظيم، بنحب الايه؟ التنظيم. يعني هتلاقي عندك اهو الكاش، اكونت ريسيبل، سبلايز، اكويبمنت، كل دوت اسيتس، لغايه هنا اسيتس. اكونتس بيبل، نص بيبل، لايبيليتيز. شفتوا بعد كده ندخل في الايكوتي، الايكوتي نبتدي بالاونرز كابيتال، دي اللي قلت لكم عباره عن ايه؟ عباره عن البيجنج كابيتال بلس الانفستمنت. خليكم فاهمين الاونرز كابيتال لغايه دلوقتي عباره عن ايه؟ بيجنج كابيتال بلس الانفستمنت، تمام. بعد كده في عندك اونرز دروينجز، بعد كده الريفينيو، بعد كده الايه؟ الاكسبنسز، اهي ورا بعض. طيب ازاي بقى نطلع الفاينانشال ستيتمنتس؟ بنطلعها بالترتيب. اول حاجه بنطلعها هي الايه؟ هي الانكم ستيتمنت، هي الانكم ستيتمنت. واحنا عرفنا ان ايه الانكم ستيتمنت؟ الانكم ستيتمنت يعني قائمه الدخل، قائمه الدخل، يعني بنشوف الدخل بتاع الشركه ايه، مكسب ولا خساره، الشركه كسبت ولا الشركه خسرت. فانت بكل بساطه هتقول لي هي عباره عن الايه؟ هي عباره عن الريفينيو، الايرادات اللي داخله الشركه، ليس يعني نطرح منها الايه؟ الاكسبنسز، المصروفات اللي خارجه من الايه؟ اللي خارجه من الشركه، تمام. يعني احنا لو فرشنا ال كل الاكونتس دي اهي على الاكونتنج ايكويشن اللي هي الكاش، اكونت ريسيبل، سبلايز، ايكويبمنت، دوت الاسيتس، نص بيبل، واكونتس بيبل، دوت اللايبيليتيز، والاونرز ايكويتي، قلت لكم هي دي عباره عن الاندنج كابيتال. الاندنج كابيتال عباره عن ايه؟ عباره عن الاونرز كابيتال اللي هي البيجنينج كابيتال بلس الانفستمنت ماينس الدروينج بلس الريفينيو ماينس الاكسبنسز. طب هقول لك بكل بساطه، طب ما هو الريفينيو والاكسبنسز الجزئين دولت، الريفينيو ماينس الاكسبنسز دولت اللي بيدوك الايه؟ بيدوك الشركه كسبت ولا الشركه خسرت. يعني انا ممكن اخد الجزئين دولت مع بعض احطهم في جدول، يبقى ده الانكم ستيتمنت، يبقى ده الايه؟ ده الانكم ستيتمنت اللي هيقول لي في نت انكم ولا نت لوس، صافي ربح ولا صافي خساره، صح ولا غلط. طيب يعني لو رجعنا تاني للترايل بالانس بتاعنا، كل اللي هعمله ان هاخد الريفينيو والاكسبنسز. هاخد الريفينيو اهي، مفيش غير سيرفيس ريفينيو عندي ب 7500، ودي كل الاكسبنسز اللي عندي، سالاريز اكسبنس، رنت اكسبنس، ادفرتايزنج اكسبنس، يوتيليتيز اكسبنس. اهي دي الريفينيو، دولت الايه؟ دي الاكسبنسز. هطرح الريفينيو، اطرح منها الاكسبنسز، هيديني النت انكم او النت لوس. انتوا لو جيتوا تطرحوها على الكالكوليتر هيطلع معاكوا النت انكم بكام؟ هيطلع معاكوا الشركه عملت نت انكم ب 3430، 3430، سهلة جدا، ممكن تطلعها من الترايل بالانس قدامك اهي. طيب بس الكلام ده كله عاوزين نحطه في شكل ايه؟ جدول، شكل جدول. اهو ده الشكل الجدول بتاعنا. هتلاقي الجدول بتاعك أول حاجة لازم يبقى ليه ثلاث سطور في الأول، دول بنسميهم الهيدنج، بنسميهم الهيدنج، رأس الجدول أو رأس القائمة ايه؟ لازم تكتب أول حاجة اسم الشركة، ما تعمليش كده أرقام في الهواء، لأ احنا منظمين، قلت لك لازم تكتب أول حاجة اسم الشركة. نتكلم على أنهي شركة؟ شركة جودي سالم، اتورني اتلو، محامي، محامي قانوني. طيب
ايه القايمه اللي احنا بنطلعها؟ ما انت لازم تقول لي انت بتحسب ايه، او ايه اللي انت بتح... ايه القايمه اللي انت بتعملها لي دي، اللي انت مقدمها لي دي ايه؟ دي الانكم ستيتمنت، قايمه الدخل. قايمه الدخل، طيب قايمه الدخل دي بتاعت ايه؟ بتاعت الشهر ده، ولا الشهر اللي فات، ولا السنه اللي قبليها، ولا السنه اللي جايه؟ ما انت لازم تقول لي. قال لك اهو الانكم ستيتمنت ده فور ذا مانث، للشهر اللي انتهى 31/8/2017. يعني ده ايه؟ ده الشهر 8، ده للشهر اللي انتهى يوم 31/8/2017. يعني الفتره بتاعتنا شهر. خلي بالكم من حته الفترات دي، لسه هنتكلم عليها قدام، بس خلي بالك انت شغال على انهي فتره؟ شهر، شهر 8 بس. انا شغال على فتره شهر، ممكن يكون الفتره بتاعتي 3 شهور، ممكن تكون الفتره بتاعتي 6 شهور، ممكن تكون الفتره بتاعتي سنه، لسه الكلام ده كله هنعرفه. يبقى اول 3 سطور دول مهمين، دول اللي بيعرفوك، بيدوك المعلومات. اول حاجه اسم الشركه، اول حاجه هتلاقي عندك اسم الشركه. تاني حاجه اسم القائمه او اسم الاستيتمنت اللي انت شغال فيها، اللي هي الانكم ستيتمنت. تالت حاجه ليه؟ الفتره اللي انت شغال عليها، الانكم ستيتمنت ده بتاع انهي فتره، ده الربح والخساره اللي انا حققتهم في انهي فتره، في شهر ولا 3 شهور ولا 6 شهور ولا سنه، وبنتكلم في انهي شهر ولا في انهي سنه. تمام. طيب هتلاقي عندك اهو الريفينيوز ب 7500. شفت ما عملناش اي حاجه، يعني احنا ما اخترعناش، ما جبناش ارقام جديده، يا دوبك رتبنا الارقام، خدناها من الترايل بالانس نقلناها زي ما هي بس في شكل ايه؟ جدول. 7500 اللي هي سيرفيس ريفينيو، ودي كل السالاريز دي كل الاكسبنسز اللي هي سالاريز اند ويجز اكسبنس، رنت اكسبنس، ادفرتايزنج اكسبنس، يوتيليتيز اكسبنس. جبنا التوتال اكسبنس طلع 4070. يبقى النت انكم بتاعنا كام؟ 3430. ده اللي ايه؟ ده النت انكم بتاعنا 3430. يبقى الشركه كسبت في شهر 8، انا كده اقدر اقول ان الشركه كسبت في شهر 8 كام؟ كسبت 3430. طيب في برضه عندكم حاجه معلومه، طبعا انا قلت لكم انكم ستيتمنت بالعربي يعني قائمه الدخل. ساعات احنا بنسميها في ساعات هتلاقي الشركات بتسميها في لما تبصوا على الشركات حقيقيه هيسموها ايه؟ هيسموها ستيتمنت اوف بروفيت اور لوس، او بيسموها بروفيت اند لوس ستيتمنت، بي اند ال، بروفيت اند لوس ستيتمنت، ساعات بيسموها بي اند ال خسار، يعني قائمه الربح والخساره بي اند ال. ساعات بيسموها ستيتمنت اوف اوبريشن، ستيتمنت اوف اوبريشن، قائمه العمليات، لان طبعا الريفينيو والاكسبنسز دول جم عن طريق الايه؟ جم عن طريق الاوبريشنز، الاوبريشنز بتاعت الشركه، الشركه كانت شغاله، فهي دي اللي بيحصل عن ايه اللي بينتج عن الاوبريشنز دي؟ الريفينيو والاكسبنسز، عشان كده ساعات بيسموها الستيتمنت اوف اوبريشن. بس اللي هتلاقي اشهر اسم اللي هو بروفيت اند لوس ستيتمنت، بي اند ال، قائمة الربح والخسارة، أو ساعات بيسموها income statement، قائمة الدخل. طبعا في الكتاب هتلاقي دايما ايه بيستخدم الانكم ستيتمنت ده، التكست بوك يعني دايما التكست بوك بيركز على الانكم ستيتمنت على الاسم ده. طيب يبقى احنا دلوقتي نقدر نقول ان احنا رخصنا الجزء ده اللي هو الريفينيو والاكسبنسز، الريفينيو ماينس الاكسبنسز، الجزء ده كل الحسابات اللي كانت في الجزء ده، كل الحسابات اللي في الجزء ده لخصناها في رقم واحد اللي هو النت انكم او النت لوس، اللي طلع معانا في المثال بتاعنا طلع كام؟ 3430. يبقى احنا لخصنا الجزء ده كله في ايه؟ في رقم واحد اللي هو النت انكم 3430. طيب حلو قوي. طيب بعد كده اعمل ايه؟ قال لك بقى طيب اكبر شويه. اكبر شويه ازاي؟ قال لك انت كنت خدت الريفينيو ماينس الاكسبنس بس، طب تعالى خد لي الاونرز ايكويتي كلها، خد لي بقى الاونرز ايكويتي كلها. قلت لكم الاونرز ايكويتي عباره عن الايه؟ عباره عن الاندينج كابيتال. طيب ازاي هناخدها كلها؟ اهو هناخدها كلها مع بعض. هنقول الاونرز كابيتال اللي هو البيجنينج كابيتال بلس الانفستمنت، طب احنا خلاص عرفنا الاونرز كابيتال هو عباره عن بيجنينج كابيتال بلس الانفستمنت، ماينس الدروينج بلس الريفينيو ماينس الاكسبنسز بقى. بس مش هقول ايه؟ مش هقول بقى بلس الريفينيو ماينس الاكسبنسز، لان خلاص الجزء ده انا كنت لخصته في الايه؟ كنت لخصته في الرقم ده، كنت لخصته في النت انكم اللي هو 3430. 3430 صح ولا غلط؟ يعني دلوقتي بكل بساطة أنت مش هتعمل إيه؟ أنت كل ما تيجي تحسب الأونرز كابيتال، لما تيجي تحسب الأونرز إيكويتي ستيتمنت أو الإندينج كابيتال، أنت هتعمل إيه؟ هتقول البيجينينج كابيتال، هتقول البيجينينج كابيتال بلس الإنفستمنت اللي هو الأونرز كابيتال ماينس الدروينج،
بس مش هتقول بقى بلس الريفيو ماينس الاكسبنس، لان كل خلاص الجزئيه دي كلها انت لخصتها في الايه، لخصتها في الرقم ده. هتقول بلس نت انكم او ماينس النت لوس، بلس النت انكم او ماينس النت لوس، يبقى دي التغيرات اللي حصلت على الايه، حصلت على البيجنينج كابيتال، صح ولا غلط؟ دي التغيرات اللي حصلت على البيجنينج كابيتال عشان ايه، تحوله للاندنج كابيتال. يبقى انت كده عرفت الاندنج كابيتال بتاعك او راس المال في اخر الفتره كام. عشان كده الاستيتمنت اوف اونرز ايكويتي بيسموها قائمه التغير في حقوق الملكيه. يعني ايه قائمه التغير في حقوق الملكيه؟ انا عايز اعرف ايه التغيرات اللي حصلت على البيجنينج كابيتال عشان يبقى يوصل للايه، يوصل للاندنج كابيتال، راس المال في اخر الفتره. طب ايه اللي بيأثر على البيجنينج كابيتال؟ زي ما قلت لكم الانفستمنت، بس الانفستمنت ده هنلاقيه مع البيجنينج كابيتال جوه الاونرز كابيتال جوه الاكونت ده، ماينس الدروينج، ماينس الدروينج بلس الريفيو ماينس الاكسبنس. بس ما عدتش هقول بقى بلس الريفيو ماينس الاكسبنس، لان انا لخصتها في الايه، لخصتها في رقم واحد اللي هو النت انكم او النت لوس. النت انكم انت كنت جايبه من الايه، من الاستيتمنت اللي قبليها اللي هي الانكم ستيتمنت. طيب معنى كده ايه؟ معنى كده هل انت ينفع تطلع الاستيتمنت اوف اونرز ايكويتي قبل ما تطلع الانكم ستيتمنت؟ هل ينفع تعمل الاستيتمنت التانيه دي قبل ما تجيب الاستيتمنت الاولانيه؟ لا طبعا، لان انت عشان تجيب الاستيتمنت اوف اونرز ايكويتي اللي هي الاندنج، عشان تطلع الاندنج كابيتال، انت محتاج ان الرقم ده اللي هو نت انكم او نت لوس اللي انت بتجيبه من الايه، بتجيبه من الانكم ستيتمنت. عشان كده الفاينانشال ستيتمنتس دايما بتمشي بالترتيب، اول حاجه الانكم ستيتمنت، بعد كده الستيتمنت اوف ايه، اوف اونرز ايكويتي، قائمه التغير في ايه، في حقوق الملكيه. طيب تعالوا نرجع تاني للترايل بالانس. ما هو كل ده هيجي من الترايل بالانس بقى. مش هنجيب حاجه من ايه، مش هنجيب حاجه من دماغنا. يعني احنا كنا خلاص جبنا ده اهو، كنا جبنا ده الانكم ستيتمنت، طلعنا منه النت انكم ب 3430. كل اللي هعمله هاخد معاهم ايه بقى، هاخد الاونرز كابيتال، هاخد الاونرز كابيتال اللي هي البيجنينج كابيتال بلس الانفستمنت تاني، عشان ما عندناش حساب اسمه انفستمنت زي ما قلنا قبل كده، اللي هو 8800. 8800 هشيل منه دروينجز ماينس 700، هشيل منه دروينجز اهي، بلس النت انكم اللي هو كام، 3430. يعني هاخد كل دولت احطهم في ستيتمنت اسميها اونرز ايكويتي ستيتمنت، قائمه التغير في حقوق الملكيه، عشان يديني الايه، عشان يديني الاندنج كابيتال بتاعي 11530. ده راس المال في اخر الفتره بتاعي كام، 11530. طيب بسيط، اخد الكلام ده احطه في شكل ايه، جدول، في شكل جدول. طيب اهو هتلاقي عندك برضو اول الهيدنج بتاعك اسم الشركه، اسم القايمه اونرز ايكويتي ستيتمنت، ولازم تكتب الفتره، خلي بالك دي اسمها في كل دوت فتره، هي فور ذا مانث اندد اوجست 31 2019. نفس الكلام بتاع الانكم ستيتمنت، نفس الفتره بتاعت الانكم ستيتمنت هي نفس الفتره بتاعت الايه، بتاعت الاونرز ايكويتي ستيتمنت، قائمه التغير في حقوق الملكيه. وهو قال لك اهو الاونرز كابيتال اللي هي اوجست 1 8800، جبناها من الترايل بالانس، ما اخترعناش اي حاجه، ضفنا عليها النت انكم. طبعا النت انكم ده جبناه من الايه، جبناه من الانكم ستيتمنت، القايمه اللي قبليها، جبناه من الايه، من الانكم ستيتمنت او القايمه اللي قبليها. بشيل منها دروينجز المسحوبات عشان يديني الايه، يديني الاندنج كابيتال في اخر فتره. الاندنج كابيتال في اوجست 31 في اخر شهر 8 كان كام، 11530. خلاص فهمنا الاونرز ايكويتي ستيتمنت. طيب يبقى لاحظ اللي احنا لغايه دلوقتي الانكم ستيتمنت والاونرز ايكويتي ستيتمنت كانت الفتره بتاعتهم ايه، فور ذا مانث، لفتره، قال لك فور ذا مانث فتره، احنا بنتكلم على فتره. الفتره بتاعتنا كانت في المثال ده كانت ايه، كانت شهر اللي هو شهر 8. طيب نرجع تاني، يبقى احنا كده لخصنا الجزئية دي كلها، لخصنا الجزئية دي كلها في رقم واحد اللي هو ايه، الاندنج كابيتال. الاندنج كابيتال بتاعي طلع كام، 11530، طلع 11530، تمام مظبوط. طيب وبعدين قال لك بقى خلاص ادخل بقى اكبر بقى شويه، خد بقى الاكونتنج ايكويشن كلها. ازاي اخد الاكونتنج ايكويشن كلها؟ اهو قال لك هو الاكونتنج ايكويشن كلها عباره عن ايه؟ اسيتس بيساوي لايبيلتيز بلس اونرز ايكويتي.
الاسيتس بيساوي لايبيلتيز بلس الاونرز ايكويتي، وفهمنا الاكونتنج ايكويشن. قال لك انا عايز اتاكد ان هم بالانس، عايز اتاكد ان هم الاكونتنج ايكويشن دي مظبوطه. طب ازاي اتاكد انها مظبوطه؟ يبقى هاخد الاسيتس احطهم على جنب واتاكد ان مجموعهم بيساوي اللايبيلتيز بلس الاونرز ايكويتي. طيب اللايبيلتيز عندي اللي هي النوتس بيبل والاكونتس بيبل، بس الايكويتي، الايكويتي خلاص انا لخصها في ايه؟ في رقم واحد. رقم واحد اللي هو بيسميه ايه؟ اللي هو الاندنج كابيتال، اللي هو 11530 اللي انا جبته من الستيتمنت اوف اونرز ايكويتي، جبته من الستيتمنت اوف اونرز ايكويتي. طيب اخدهم احطهم في جدول عشان اتاكد ان الاسيتس بتساوي اللايبيلتيز بلس الاونرز ايكويتي، هسميها ايه بقى؟ ده اسمه ايه؟ دي القائمه دي بتعمل ايه؟ بتاكد ان الاثنين بالانس، صح ولا غلط؟ فبسميها بالانس شيت، بالانس شيت ميزانيه. البالانس شيت ميزانيه عايز اتاكد ان الاسيتس الاصول بتساوي اللايبيلتيز الالتزامات زائد ايه؟ زائد حقوق الملكيه، صح ولا غلط؟ يبقى ده بسميه الايه؟ بالانس شيت. او ايه اسم تاني بنسميه ستيتمنت اوف فاينانشال بوزيشن، قائمه المركز المالي. هنعرف ليه سموه ستيتمنت اوف فاينانشال بوزيشن كمان شويه لما نبص عليه. طيب تعالوا نرجع تاني للترايل بالانس. خلاص احنا عرفنا نجيب الانكم ستيتمنت، نطلع منه النت انكم. النت انكم ده ناخده نحطه في الستيتمنت اوف اونرز ايكويتي، قائمه التغير في حقوق الملكيه، عشان اجيب الاندنج كابيتال. الاندنج كابيتال ده بقى مع الاسيتس واللايبيلتيز بيروحوا لايه؟ البالانس شيت. فانا هاخد نفس الارقام زي ما هي، مش هعمل اي حاجه، هاخد دولت اجمعهم عشان اجيب التوتال اسيتس، عشان اجيب التوتال اسيتس، واجمع التوتال لايبيلتيز اللي هم الرقمين دولت، دوت التوتال لايبيلتيز بلس الايكويتي. الايكويتي بقى اللي هي بتلخصها في رقم واحد اللي هي 11530، والمفروض مجموع دولت يساوي مجموع الايه؟ مجموع الثلاثه دولت، مجموع اللايبيلتيز والايكويتي، مجموع الاسيتس يساوي مجموع اللايبيلتيز والايه؟ والايكويتي. احطه في شكل ايه؟ في شكل قائمة برضو، اسميها البالانس شيت اهي. نفس الهيدنج، اسم الشركة، اسم القائمة اللي هي بالانس شيت الميزانية او الستيتمنت اوف فاينانشال بوزيشن، قائمة المركز المالي. بس لاحظ هنا ما كتبش فترة، كتب تاريخ وسكت، عشان قال لك ايه؟ اوجست 31، كتب ديت. هنا كتب ايه؟ كتب ديت، تاريخ، كتب تاريخ، تمام. ما كتبش ايه؟ ما كتبش فترة، كتب تاريخ. وانا اعرف ليه؟ بس انت لو بصيت على البالانس شيت هتلاقي عندك هي الجزء بتاع الاسيتس نقلها هي من الترايل بالانس، كاش، اكونت ريسيفبل، سبلايز، اكويبمنت، وجايب لك التوتال اسيتس كام؟ 16800. طيب نزل بقى على الجزء الثاني اللي هو اللايبيلتيز بلس الاونرز ايكويتي. اللايبيلتيز نقلها زي ما هي ما فيهاش غير النوتس بيبل 2000، الاكونتس بيبل 3270، يبقى التوتال لايبيلتيز كام؟ 5270. طب والايكويتي؟ الايكويتي لخصناها في رقم واحد اللي احنا جبناه من الستمنت اوف اونرز ايكويتي، قائمه التغير في حقوق الملكيه، بكام؟ ب 11530. يبقى ساعتها التوتال لايبيلتيز اند اونرز ايكويتي كام؟ 16800. يبقى ده بيساوي ايه؟ ده بيساوي ده. يبقى التوتال اسيتس فعلا بيساوي الايه؟ التوتال لايبيلتيز اند اونرز ايكويتي. طيب احنا خلاص فهمنا البالانس شيت، بس انا دلوقتي عايز اعرف اشمعنى البالانس شيت اللي حاطلك تاريخ ما حاطلكش فاكتره؟ يعني انت لو بصيت على الانكم ستيتمنت او بصيتوا على الستيتمنت اوف اونرز ايكويتي هتلاقي كاتب لك فور ذا مانث اندد، لشهر، يعني بيقول لك الحاجات دي حصلت خلال الشهر. ما انت لما تيجي تبص على البالانس شيت بيقول لك ايه؟ بيقول لك ديت، في اليوم ده، في اليوم ده حصل، كان ده الموجود، تمام. هقول لك ايه الفكره بقى. انت الانكم ستيتمنت والاونرز ايكويتي ستيتمنت اللي هي قائمه الدخل او قائمه التغير في حقوق الملكيه دي عامله زي ما كانك يبقى بتصور الشركه كده الفيديو طول الفتره، يعني انت ماسك فيديو كده بتصور الشركه طول الفتره، ايه اللي حصل؟ الشركه ايه اللي دخل لها؟ ايه اللي خرج من عندها؟ الحاجات دي حصلت ما حصلتش في يوم واحد، دي حصلت في خلال الايه؟ خلال الفتره. يعني هل معقول الريفنيو ده كله جه في يوم واحد؟ هل الاكسبنسز دي كلها خرجت او اتصرفت في يوم واحد؟ اكيد لا، صح ولا غلط؟ طيب التغير اللي حصل على الكابيتال، التغير اللي حصل على راس المال، كله حصل في يوم واحد ولا حصل في خلال فتره؟ حصل في خلال فتره. فالانكم ستيتمنت والستيتمنت اوف اونرز ايكويتي دي بتبقى ناتجه عن ايه؟ ناتجه عن فتره. فعشان كده دايما هتلاقي في السطر الثالث في الهيدنج هيقول لك فور ذا مانث، لفتره، او فور ذا يير،
او فور ذا كوارتر للربع سنه اللي هي 3 شهور، تمام؟ فانت هتلاقي عندك ايه، لازم هتلاقي في عندك فتره، يعني التغيرات دي حصلت ما حصلتش في يوم واحد، دي حصلت في خلال فتره، فكانك ماسك فيديو بتصور الشركه اللي حصل فيها في خلال الفتره دي. اما انا البالانس شيت، لا بقى البالانس شيت كانك خدت كده، جيت في اليوم ده رحت صورت شركه، خدت لها صوره كده، خدت لها سناب شوت، خدت لها صوره، ففي اليوم ده، ده كان حال الشركه ده في اليوم ده بس. يعني ممكن اليوم اللي قبليه او اليوم اللي بعديه شركه تختلف تماما، بس احنا في اليوم ده، ده كان حال الشركه. يعني انت مثلا بصيت في اليوم 31/8/2017 كان الشركه عندها كاش كام؟ كان الشركه عندها كاش 3500. الشركه كان عندها كاش كام؟ 3500. ده في اليوم ده بس، يعني في يوم 31/8/2017 الشركه كان عندها كاش 3500. ممكن في اوجست 30، يعني اليوم اللي قبليه على طول، ممكن تلاقي الشركه كان عندها كاش 100,000، الله اعلم، محدش عارف. اليوم اللي قبليه على طول محدش عارف، انا بقول لك دي الحاجات، ده في اليوم ده بس، ده كان حال الشركه. يعني زي ما كاني رحت كده خدت لك صوره، قلت مثلا احمد في اليوم ده كان معاه في جيبه الفلوس دي، ممكن احمد اليوم اللي قبليه على طول كان معاه فلوس اكتر او فلوس اقل، ممكن اليوم اللي بعديه على طول الدنيا تختلف مع احمد ويبقى غني، او كل الفلوس اللي معاه تروح، صح ولا غلط؟ فكان خدت لك صوره في اليوم ده كانت حالتك عامله ازاي، حالتك عامله ازاي، او مركزك المالي. يعني عشان كده بيسموها ايه، بيسموها statement of financial position، قائمه المركز المالي. يعني في اليوم ده المركز المالي بتاع الشركه كان عامل ازاي. يعني يبقى في اليوم ده في اوجست 31/2017 دي الاسس اللي كانت مع الشركه، دي اللايبيليتيز الالتزامات اللي كانت على الشركه، وده حق ايه، ده حق المالك اللي هو الاونرز ايكويتي، ده راس المال بتاع الاونر كان بالشكل ده، ده في اليوم ده بس، في اليوم ده بس. فعشان كده دايما بنحط ايه، ما بنحطش فتره، بنحط ديت، تاريخ. في الانكم ستيتمنت والاونرز ايكويتي ستيتمنت بنحط ايه، بنحط بيريود، بنحط فتره. يعني في البالانس شيت بنحط ايه، ديت، تاريخ، تمام؟ خلاص فهمنا الفرق ما بين الانكم ستيتمنت والستيتمنت اوف اونرز ايكويتي والبالانس شيت او الستيتمنت اوف فاينانشال بوزيشن، وعرفنا ان الثلاثه لازم يمشوا بالايه، بالترتيب، لازم الثلاثه يمشوا بالايه، بالترتيب. طيب يعني لو رجعنا تاني نسجل الكلام ده، يعني الفاينانشال ستيتمنتس لازم نعملها بالترتيب. اول حاجه ايه، اول حاجه بنعمل الانكم ستيتمنت، الانكم ستيتمنت بناخد فيها الريفينيو، بناخد فيها الريفينيو، بنشيل منها الاكسبنسز عشان نطلع الايه، نطلع النت انكم او النت لوس. طيب النت انكم او النت لوس ده اخده واديه فين؟ اخده واديه القايمه اللي بعديها اللي هي الايه، اللي هي الستيتمنت اوف اونرز ايكويتي. قائمة التغير في حقوق الملكية هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الاونرز كابيتال، هي البيجنينج كابيتال بلس الانفستمنت بلس النت انكم اللي احنا جايبينه من القائمه اللي قبليها اللي هي الانكم ستيتمنت ماينس الدروينجز، هيديني الايه، هيديني الاندنج كابيتال في اخر الفتره. وخلي بالك ان الاندنج كابيتال ده، الاندنج كابيتال ده اللي هو ده الكابيتال في اخر الفتره، ده اللي هيروح فين بقى؟ ده اللي هيروح البالانس شيت، القايمة اللي بعديها. ولاحظ ان اول اتنين اللي هما الانكم ستيتمنت والستيتمنت اوف اونرز ايكويتي دول بيقول ايه، الفترة، بيريود، حصلوا خلال فترة، حصلوا في خلال الفترة. لما نروح بقى للبالانس شيت او الستيتمنت اوف فاينانشال بوزيشن، هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الاسيتس هتساوي الليابيليتيز،
بلس الاونرز ايكوتي. طب الاونرز ايكوتي هتبقى عبارة عن رقم واحد اللي احنا جايبينه من الايه، من الاونرز ايكوتي ستيتمنت، صح ولا غلط؟ هي عبارة عن الاندينج كابيتال اللي احنا جبناه من القائمة اللي قبليها. تمام، يبقى احنا كده فهمنا الايه، فهمنا الفاينانشال ستيتمنتس بشكل عام، فهمنا اللي هم اول ثلاثة اللي هم الانكم ستيتمنت، الستيتمنت اوف اونرز ايكوتي، والايه، والبالانس شيت. طبعا الستيتمنت اوف كاش فلو هيبقى ليها لسه سيشن كاملة، بس مش هنتكلم عليها دلوقتي، اللي هي قائمة التدفقات النقدية دي هيبقى ليها سيشن كاملة ان شاء الله، ما تقلقوش. بس احنا هنركز بس مبدئيا على الايه، على اول ثلاثة دولت ان شاء الله. طيب تعالوا نشوف مثال. انا وريتكم قبل كده مثال على شركة السويدي، لو تفتكروا فتحنا الموقع بتاع شركة السويدي وشفنا الفاينانشال ستيتمنتس بتاعتها بالعربي وبالانجليزي. تعالوا ناخد مثال تاني مع بعض النهاردة، ناخد بس مثال سريع عشان نشوف ازاي نطبق الكلام ده. تعالوا ناخد شركة بقى اجنبية المرة دي. تعالوا نشوف شركة ابل مثلا. شركة ابل، اي شركة امريكية، اي شركة امريكية بقى بيبقى فيه ميزة عندهم في امريكا، ان اي شركة عندهم مسجلة في البورصة لازم تطلع الفاينانشال ستيتمنتس في موقع البورصة، في موقع البورصة يعني بتنشر الفاينانشال ستيتمنتس بتاعتها في موقع الايه، البورصة. فموقع البورصة فيه نظام اسمه ادجار، لو عملتوا سيرش عليه في ال، عملتوا سيرش عليه في ال، في الجوجل هتلاقي ادجار اس اي سي. اس اي سي ده اللي هو سيكيورتيز اند اكستشينج كوميشن، اللي هو ده الايه، ده البورصه بتاعت امريكا. ادجار ده اسمه، ان ده النظام، اسم النظام عندهم ادجار، اللي هي الكترونيك داتا جازرينج اند ريتريفال. لو عملتوا سيرش عليه هيفتح لكم الموقع اهو. بتكتب هنا اهو، بتعمل سيرش على اسم الشركه، اي شركه عندهم في امريكا تعمل سيرش عليه. هنختار مثلا شركه ابل. ابل هتلاقي عندك اهو ابل انكوربريشن، وده رمز السهم بتاعها AABL. يعني انت لو بصيتوا على رمز السهم بتاعتهم في البورصة بتاعتهم في نيويورك هتلاقي رمز السهم بتاع شركة ابل AABL، ونتكلم ان شاء الله عن البورصة في سيشن تانية، متقلقوش. طيب هندخل على شركة ابل. طيب هي فتحت معانا، ده شكل الفايلنج بتاعت شركة ابل انكوربريشن، هتلاقي مكتوب لك اسم الشركة وده رمز السهم في البورصة بتاعتهم اللي هي بتاعت نيو ناسداك، بورصة ناسداك، رمز السهم بتاعها AABL. هنتكلم على الكلام ده قدام شوية. دي الفايلنج. طبعا قلت لكم اي شركة عندهم لازم تعمل ابلود لكل الفاينانشال انفورميشن، لكل المعلومات المالية، ترفعها على الايه، على الويب سايت بتاع البورصة. ده طبعا الويب سايت بتاع البورصة، وده رمز البورصة عندهم تبع الـ SEC. طيب لو بصينا هنا اهو هتلاقي عندك Selected Filing، هتلاقي عندك في حاجة مكتوب فيها 10K والـ 10Q. الـ 10K ده اللي هو الأنيوال، اللي هي الـ Financial Statements اللي بتبقى فترتها سنة، دي القوائم المالية اللي هي بتبقى على لمدة سنة، الفترة بتاعتها سنة. أنا قلت لك القوائم المالية ممكن تكون فترتها شهر، 3 شهور، 6 شهور أو سنة. طبعا هنتكلم على الكلام ده قدام شوية. ال 10Q دي اللي هي كل ربع سنة، اللي هي كل 3 شهور، كل 3 شهور. طيب فاحنا لو فتحنا ال 10K، تعالوا نشوف ال 10K، أو مثلا آخر حاجة كان السنة بتاعتهم انتهت في 26/9/2020، دي السنة المالية. شفت في فرق ما بين السنة الطبيعية والسنة المالية. السنة الطبيعية بتاعتنا اللي هي من 1/1 ل 31/12، دي السنة الإيه، السنة الطبيعية بتاعتنا. في بعض الشركات ما بتمشيش على نفس السنة، ممكن السنة بتاعتها تبتدي في شهر واحد، تبتدي في 1/10 وتنتهي في شهر 9. أو فزي مثلا عندك الشركة أبل عندها السنة بتنتهي بتاعتها إمتى؟ بتنتهي في آخر شهر 9، 26/9/2020، السنة بتاعتهم انتهت في 26/9. فلو دوسنا عليها عشان نفتحها هتلاقي عندك أهو ده الـ 10K، فورم 10K دي الأنيوال. تمام، لو نزلنا تحت شوية هو لسه بيحمل. هتلاقي عندك طبعا كل الحاجات دي بيشرح بقى الشركة بالتفصيل، الكلام ده كله مش مهم بالنسبة لنا. بس انا نبص على الايتم رقم 8 هتلاقي مكتوب فيه Financial Statements and Supplementary Data. لو دوسنا على Financial Statements هتلاقي عندك هو Statement of Operation،
قلت لكم الستيتمنت اوف اوبريشن ده اللي هي الايه، اللي هي اسم تاني للايه، للانكم ستيتمنت. قلت لكم بيسموها انكم ستيتمنت او بروفيت اند لوس ستيتمنت او ستيتمنت اوف اوبريشن. هتلاقي عندك مكتوب اهو البالانس شيت، البالانس شيت اهي. هتلاقي عندك الكاش فلو ستيتمنت بس ما اتكلمناش عليها دلوقتي. فتعالوا نبص طيب على في 29/9/2020 اهي، لك ييرز اندد 26/9/2020. عايز اعرف شركه ابل كسبت كام، شركه ابل كسبت كام. تعال نبص على نت انكم اهو، كسبت 57411. دي مش 57000 مبدئيا. ليه بقى مش 57000؟ انت لو بصيت فوق هتلاقي مكتوب لك ايه، ايه ان مليونز، يعني كل الارقام دي تحط جنبيها 6 صفار، حط جنبيها 6 صفار. يعني انت لو نزلت تحت دي تحط جنب الرقم ده حط جنبيه 6 صفار، يعني ده كام، دي 57 مليار 411 مليون. ولو دوست عليها المفروض اكتبها لك الايه بالرقم الصح بتاعها، المفروض هتلاقيها بيقول لك اهو، هتلاقيه مكتوب في الاول خالص، هتلاقيه بيقول لك الرقم ده ان مليون، يعني بالايه بالملايين اهو. قال لك سكيل ان مليون، بالملايين، يعني ده 57 مليار. يعني شركة أبل في السنة 2020، يعني السنة اللي انتهت عندها، السنة اللي انتهت في شهر 9/2020، كانت محققة ربح 57 مليار 411 مليون. طيب طبعا انا بوريكم كل احنا كل ده لسه نعرفه بالتفصيل، هنعرف مكونات الانكم ستمنت بالتفصيل قدام، وهنعرف البالانس شيت بالتفصيل. انا بس بحب ايه اوريكم اللي احنا بنفهمه ده، اللي احنا بناخده في الكورس ده مهم. ليه؟ ده هتستفيد منه، هيخليك تفهم الشركات، هيخليك تفهم معلومات عن الشركات انت ما كنتش تتخيلها. يعني انت كنت متخيل ان شركه ابل كسبانه في سنه واحده 57 مليار. طب عاوزين، عايز اعرف دلوقتي، انا جيت في دماغي عايز اعرف شركه ابل عندها كاش كام، ابص فين. لو عايز اعرف شركه ابل عندها كاش كام، عندها نقديه كام، ابص فين. الكاش دي تبع الاسيتس، يبقى ابص فين، في البالانس شيت. مظبوط، تعال ننزل على البالانس شيت. البالانس شيت طبعا سيبكم من حته كونسوليديتد دي دلوقتي، هبقى اشرحها لكم قدام ان شاء الله. فاحنا لو بصينا هتلاقي مكتوب عندك اهو في الاسيتس، هتلاقي مكتوب كاش اند كاش ايكويفالنت. طبعا سيبكم من بقيه الحاجات دي، هنعرفها بالتفصيل ما تقلقوش. في شهر 9/2020 شركه ابل كان معاها كام؟ خلي بالك دي حط جنبيها 6 صفار، دي مش 38000، دي 38 مليار 16 مليون. يعني شركة أبل كان معاها 38 مليار 16 مليون. انتوا متخيلين شركة أبل معاها كاش بس في ايديها 38 مليار 16 مليون؟ عرفتوا بقى حجم شركة أبل عامل ازاي؟ فطبعا كل حاجة انت تعرف عن الشركة هتعرفها عن طريق الايه؟ عن طريق الفاينانشال ستيتمنتس. فانا كان هدفي بس ان انا بوريك الشركات الاجنبيه والشركات المصريه. طب احنا كل ده هنعرفه قدام، هيبقى في سيشن كامله عشان نركز بس على الفاينانشال ستيتمنتس، عشان احاول بس ان احنا نفهمها بالتفصيل. بس انا ده مبدئيا عشان هخليك فاهم ايه اهميه الكورس ده وتبقى متحمس واحنا شغالين فيه كده. خلصنا مع بعض التوبيك الثاني، وندخل يلا في التوبيك الثالث.